مرحبا. عمالة الأطفال هي ما لها ظاهرة جديدة بمجتمعاتنا بالتأكيد، بس كل ما تقدم الوقت فيها عم بتصير أقسى وأسوأ. خلونا نتذكر كيف كانت عمالة الأطفال أيام آبائنا وجدودنا. كانوا الأهالي بهداك الوقت لما يصير عمر ابنهم حوالي 10 سنين يبلشوا يفكروا له بمصلحة مشان يتعلمها ويعيش منها بالمستقبل، وممكن هي المصلحة يتعلمها من أهله، أبوه، أخوه، عمه أو غيرهم، أو أي حدا من العيلة، من الجيران أو من المعارف. معلم المصلحة بهداك الوقت كان مربي، وما كان يحط الولد عنده لحتى يستفيد من شغله، لا، كان يحطه لحتى يفيده، يعلمه مصلحة ويخليه يكتسب خبرة بالحياة من خلال التعامل مع الناس وتحمل المسؤولية. كان المعلم يعامل الشغيل مثل ابنه وما يظلمه ويقسى عليه ويجور عليه ويحمله فوق طاقته، بالعكس كان يعلمه المصلحة خطوة خطوة بالطريقة اللي بتناسب عمره. وهذا الشيء ما كان على حساب دراسة الولد، لأنه وقت الصف كان معلمه يبعته على الكتاب لحتى يتعلم ويحاسبه إذا ما راح على الدرس. مو بس هيك، كمان إذا غلط الولد كان معلمه عنده صلاحية إنه يحاسبه، مو بأسوة غريب، بحنية أب، بحاسبه بنفس الطريقة يلي بحاسب فيها أولاده لا أقل ولا أكثر. ووقت المعلم يشوف الولد مريض ما كان يضغط عليه ويخليه يشتغل غصب عنه، كان يخليه يروح على البيت يرتاح، وإذا شافه بحاجة الحكيم ما كان يقصر بأنه ياخده لعند الحكيم ويجيب له الدواء ويوصله على البيت. ومو بس هيك، كمان إذا الولد وضع أهله المادي مو منيح كان معلمه يساعده ويساعد أهله، لأنه أصحاب المصالح بهداك الوقت كانوا من الناس المقتدرين. الولد كان يكبر ويصير شاب وهو عند نفس المعلم يلي بيدير باله عليه واللي بيعتبره واحد من أولاده وبياخد منه المصلحة، وبتصير سمعته بإتقان المصلحة من سمعة معلمه. ومثل ما منشوف ببعض المسلسلات القديمة إنه بكتير من الأحيان كان المعلم يجوز شغيله ويتكفل بتكاليف الجوازة مثل العرس والمهر والبيت وغيره. وممكن تكون العروس بنت المعلم نفسه، يعني بعد كل هالعمر يعملوا صهره. وهيك كانت العلاقة بين المعلم والولد الشغيل، علاقة أب وابن، معلم وتلميذ، مو علاقة استغلال وظلم وقهر وحرمان. ومن خلال هي العلاقة كان هم المعلم إنه يعلم الشغيل ويربي ويحافظ عليه ويخليه يكتسب صنعة وخبرة، لأنه مثل ما كانوا يقولوا صاحب الصنعة أغنى من صاحب القلعة.